في حالة الانشداد السياسي أنا أعتقد ما حصل اليوم انتصار كبير، لأني أعلم وأقول لك إياها بكل صراحة، أكو إرادة خارجية وإرادة لرئيس مجلس الوزراء الكاظم، هم رجعنا رئيس مجلس الوزراء، نعم، وإرادة لمكتبه في أن يدخلون أو يلعبون على هذه التناقضات السياسية من أجل البقاء في السلطة. ولذلك يعني أنا باعتقادي هذه المرحلة يجب أن تؤرشف من باب أن نشخص يعني مرحلة من المراحل أنا أعدها الأسوأ في تاريخ العراق، عندما تسعى بعض الأطراف في أمام مكاسب سلطوية في أن يكون الثمن الاستقرار والأمن ودماء العراقيين. يعني سؤال عفو، اليوم من تعرضت إلى قناة الرابعة مصطفى الكاظمي مو قائد عام القوات المسلحة، صحيح، شنو كان دور القيادات استنكر العسكرية اللي دزها؟ استنكر هو، استنكر والقيادات، لا عفو، استنكر ناشط مدني هو حتى يستنكر، استنكر لو قائد عام القوات المسلحة مسلح على نفسه قائد عام القوات المسلحة يستنكر، اشترك الناشط المدني هو للآخرين. السؤال، القيادات العسكرية والأمنية اللي كانت موجودة تفرجت على عملية الاعتداء على إعلاميين وصحفيين ومؤسسات والله إعلامية، والله تفرج، شوف كل شهادتي مجروحة أن اليوم أنا قاعد أحكي في قناة الرابعة، لكن نذكر موقفك أصلاً أنت من مع قناة البغدادية ومع قناة العربية الحدث ومع قناة دجلة ومع أي مؤسسة إعلامية تتعرض لمحاولة انتهاك أو هجوم، قائد عام القوات المسلحة أجهزة الأمنية تقعد تتفرج وهو يستنكر. نعم. يعني شنو هذا الضعف؟